ما بسخى فيكي، شو صاير لوشك؟ بتعرفي؟ كنت من البداية بعرف إنه في وراكي ألاعيب، كان في شغلات مو طبيعية، بس حتى أنا ما كان فيني ساوي هالقد. أميرتنا البريئة بنت ناطور، عن جد أنت غلبتيني فريحة. دايماً أنا بغلبك، هذا مانو شي جديد هندا. هو الحقيقة أنا بفهمك، عن جد عندك أسباب كتير قوية لحتى تتمسكي بأمير بهاي القوة وتكمشي بأظافيرك لحتى ما تخسريه فريحة. ظروف حياتك كتير قوية. شو بدك تهربي؟ ليكي هلأ زعلتيني. تعرفي؟ عقد ماني متعلقة بأصحابي، متعلقة بأعدائي كمان. بس مزبوط، انتي مانك حتى عدوتي، نحن مو من نفس العالم حتى. يعني انتي بنفس عالم أمير؟ معناها يا هاندا خانم رح تضلي تنزلي ورا أمير بعالمك هاد، ورح تخسري كمان كوراي الزلمة يلي حبك عن جد والشخص الوحيد يلي تحملك. لهلأ عم بتطالعي مخالبك؟ لو ما كنتي وحدة مسكينة ومدعوسة يمكن كنت تأثرت بحكيك، لك بتتذكري كل حكيك إلي ومحاضراتك عن الأخلاق وعن الصدق والإخلاص كمان. تتذكري ولا أرجع ذكرك فريحة؟ في كلام بينقال عندكن، لحظة لأتذكره. أيوة، الأيام اللي عاملة فيها البنت الخلوقة. شو صار فريحة؟ كله كان كذب وكل شي انتهى فريحة. أنا ما رح رد عليكي. وما رح تشدي لي شعري كمان، ما هيك؟ ايه، ما رح خليكي تفرحي. منيح. حاليا الشفقة عليكي بتكفي، وحتى هي زيادة عليكي كمان. يلا ايسون، ناطرك هون. اهلا وسهلا ونال بيك. ما بعرف اذا عندك خبر او هلا تركنا من الاخبار، بدي منك وهلا فورا تقرير مفصل عن هذا الحقير اللي عمل حادث بسيارة امير، قديش دفعوا اخر شيء ولسه قديش بقيان ديون. امير بيك عم يهتم بهي الشغله بالذات. طيب وانا ليش ما عندي خبر؟ ليش امير عم يهتم بهذا الشيء؟ ما قلت لي يا محمد شو قال صاحب الملك؟ شو بده يقول يعني؟ بده يشاركنا بالنص. ليش انتو فينكم تدفعوا؟ نحن كمان منساعدكم. اللي قديش طالب؟ نحن منحلها بابا. طالما فيسال مو هون رح احكي بشغله بابا. عرفت قصدك، انت حابب تطلب راتبك مني، وانا فكرت بنفس الشيء، واليوم رح اعطيك ال300 اللي بالصندوق، وال100 اللي بقيت رح اعطيك اياها الاسبوع الجاي ان الله راد. بس نحن لسه من جديد حملنا نقلتين، هدول هن كل المصاري اللي بالخزنه؟ مو سهل علينا ولك يا ابني، نحن عم ندفع ديون قرض للبنك، شي رايح لصاحب البضاعة وكمان شي رايح أجرة للعمال، وهذا اللي بضل إلنا. وبس تخلص الديون رح تتيسر أمورنا شوي شوي وتتعدل أيامنا إن شاء الله. بس برأيي قليل أنت لا تتدخل بهالشغلات. ليسال هو اللي ماسك الحسابات، هو ماسك كل الأمور من البضاعة لحتى الديون اللي بيدفعهم بالبنك. بابا عم أقول إنه لاقي شغل تاني، يعني هلأ صار علي مسؤولية الزواج والمصاريف، حتى تياب تلبسهم سهر ما عندها. إيه أنت من زمان عم تدور بس ما عم تلاقي. هداك اليوم التقيت بواحد من رفقاتي بالجيش عم يشتغل بمحل صيانة السيارات، وعم يحولوا سيارات البنزين على الغاز بابا، وقال عم ندور على مساعد، فقلت بروح وبجرب حظي معه. على راحتك. ليك فريحة هلأ برجع ما بطول. فريحة إذا كانت الاستراتيجية غلط فالنتيجة طبعاً غلط. أنت شو عم تخبص؟ لو طبقتيني يا حلوة لكن تعيشتك، بس للأسف راحت عليك. ولا ولا شو عم تحكي؟ شو صاير؟ رحمتك يا كلب. أمير شو عم يصير؟ أنت شو عم تحكي يا طافل؟ لك حاجة اللي قلت لك شو عم يصير؟ أنا بورجيك يا كلب شو عم يصير؟ شو بكون؟ شو عم يصير؟ بكفي عن جد ما بصير هالشي هاد. اكيد ما بصير. شو عم يصير؟ مو معقول. فريحة انت بخير؟ مو منيحة. شو صار؟ أنا اللي عزمتهم على البيت فريحة. ما بيهمني، هالشي ماله مهم بالنسبة إلي. بالنسبة إلي مهم. بالنسبة إلي مو مهم. أنا ما نصبت لك فخ. لا هذا من اختصاصي أنا. هذا الحكي كان توضيح وقاعد تفكري بشي تاني. يكتر خيرك يا مهند، بفضلك فتت على شغله مثل الخلق وعليها تأمين. العفو يا محمد، ألف مبروك إن شاء الله. كأنه شغال المحل في شغل. إيه والله شغل كتير، كل واحد بيفكر بجيبته، بيفكر يقتصد بيجي لعنا. واقتصادية شغلة الغاز؟ إيه والله، بعدين مو بس اللي بيشتكي من غلا البنزين بيجي لعنا لهون، في ناس بتبدل بس حتى تحافظ على نظافة الهواء. لو شي يوم نحن كمان نحط تحتنا شي سيارة منه، ونخلص بقى من هم البنزين ونطرته. حرام ليك كيف عم بيطلع بالبولي. وكأنه ما رح يصير عنده بحياته. خد لشوف. امسكن منيح. وهالبالون إلك. ما قدرتي تكوني حتى مثل بنت الناطور كمان، ما هيك؟ حتى مثل بنت الناطور ما قدرتي تكوني. أنا ماني بنت الناطور، أنا فريحة. فريحة أصلاً نحن كنا كتار وهلأ صرنا أكتر وأكتر. لك أختي من الصبح أنت زتيتي شي 1000 كلمة، خلصينا بقى. هذا الحكي قلته بيني وبين حالي، شو أنا مجنونة لحتى أقول لك هذا الحكي ينقص لساني إذا حكيته. إيه الله يسامحك. افتح الباب يمكن جايين ليطلبوا شي. ولي على حظ هالبنت، شو معطر لك تكون سهر. الأخ في سالم خبره لكاظم، قال صحيح بليلة دخلتهم البيت احترق؟ ايه ايه قولي قول فيدان. ايه يا ربي، يلا ان شاء الله الله بيعوضكم لأنه انتم مو ناقصكم مصايب. احكي شو في قول فيدان. والله الحقيقة اختي خديجة، ايه ليكي هي البناية اللي بالواجهة، لو بتديري بالك عليها لبين ما اجي عندي شوية شغل. ايه بدير بالي، ليش لا؟ مو أحسن من القعدة هون؟ خدي زهرة، خدي لشوف. يلا خدي. الله يعطيك العافية. الله يسلمك. صدرك زهرة. يلا إيه الحمد لله. اف وأنا بريح راسي من الحكي كمان. شش اسمعي لقلك. شو؟ هي البناية اللي بوشك إمتى بدهم يحطوا لها ناطور؟ بصراحة أختي في كتار بدهم يشتغلوا هنيك، بس كيف بدي أقلك؟ سكان هديك البناية كتير موسوسين، مدري مونونين، شي بيقولوا هذا ختيار، شي بيقولوا هي العيلة معجوقة. وهالبناية كم طابق؟ يعني كم شقة؟ شغل هون كتير شي؟ لا لا مو كتير، أصلاً عدد الشقق هنيك أقل من هون. أختي خديجة، شو رأيك نقول لجوز العصافير اللي مالن عش، وأول ما نقول لهم هذا ابنه للناطور اللي مواجهنا، والله ضروري رح يوافقوا. وبعدين في بيت بجنن من شان العرسان الجداد، والشغل غير شكل والرزقة بتنقش معه. يا الله، رجع لساني نطق قبل ما يفكر عقلي، لأنه مستحيل محمد يرضى يسكن بهداك البيت اللي طلع منه هداك السعدان. محمد ما بيوافق، أساساً ليش لا يوافق؟ عنده شغل مثل الفلة. نحن بنشتغل. ها؟ إيه والله بشتغل، ليش شو فيها يعني؟ وبدير بالي على البناية من أحسن ما يكون. والله أنت بنخاف منك. طبعاً بنخاف منك. خير إن شاء الله. مين هاد يعني الو؟ مرحبا، منزل عمر يلماز؟ ايه انا بكون امه لعمر يلماز، انا مدير مدرسته. خير شو في؟ فيك تيجي هلا؟ ليش شو في؟ شو عامل عمر؟ زهرة خانم، اذا بتقدري تيجي على المدرسة بيكون احسن، في بعض المضايقات بتتعلق بعمر. خبرني شو القصة اذا بتريد. انا برايي انه نحكي وش لوش، لانه احتمال الوضع يكون جدي اكثر من المشاغبة. يا ربي دخيلك، شو عامل هالولد؟ خانق مع حدا يعني؟ لا 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 ما في هيك شيء، بس إذا بتيجي حضرتك وبنحكي عن تصرفات عمر بوجود معلمته كمان بيكون كتير منيح. ايه ماشي، أنا هلا رح أحكي مع أبوه منشوف. ماشي خلص أنت ولا يهمك، يعطيك العافية منشوف. يعطيك العافية مدام. يا الله دخيلك، يعني شو بيكون عامل عمر بالمدرسة؟ أنا شو كان لازم ساوي؟ لازم اتصل برضا فورا. يا ربي دخيلك. ها ليكني حكيت كل شيء، شو ما بدك تحكي شيء أونار؟ والله حلال عليها هالبنت، قدرت تضحك علينا بدون ما نحس. لا تطلعي فيني هيك، أنا كتير جدي. بنت طولها شبر وبنت ناطور كمان، وفوقها أخته لهداك حرامي السيارات، قدرت إنها تخدعه لابن صراف اوغلو، وهيك خدعته بدون ما يحس على حاله حتى. عيب لك هيك ناس، يا دوب مسح فيهم كندرتي. إيه لا بقى، شو أنت عم تتمسخر أونار؟ عن جد أنا ماني عم صدق، أنت شو نوعك من البشر؟ هذا اللي طلع معك هلا؟ ليش أنت مصدقة عمايل ابنك شي؟ راح حطها لوردة الضواحي بنت الناطور فوق راسه، وصار مثل الكلب قدام رجليها، وكمان لبسها خاتم من حجر الماس. شو بدي اقول هلا انا؟ شو بدي اقول؟ إذا ابنك واحد غبي وشاط ريالته شو بدي اقول عيسون؟ ها شو بدي اقول؟ بتعرف شو؟ الحق على اللي اجت لهون وحكت معك. عيسون هذا الأجدب رح يحط حاله بشي ورطة، عم يعمل مشاكل بهديك البناية مع أخوه الواطي، وقال بده يعمل حجز على بيتهم. إيه بس هن عم يدفعوا القصود تبعهم. إيه عم يدفعوا، إيه بس حسابات ابنك اختلفت، صار فيها تغيير. يا الله على هي القصة، مو معقول الشغلات يلي فايت فيها ولا الناس يلي عم بيتعامل معهم هالصبي. الحقيقة وضع ابنك عمر ما كتير بيطمن. هديك السنة اشتكوا عليه بعض المعلمين وما حبينا نكبر القصة، بس هاي السنة الوضع بلش يصير جدي أكتر. عمر ما عم يهتم بدروسه أبداً. هلأ في عنده أخته عم تروح تدرس بالجامعة، هي بقسم التجارة وهي متفوقة كتير، رح قلها وخليها هي اللي تدرسه. مع الأسف مشكلتنا مو بس بدروسه، عم يهرب من المدرسة أثناء الفرص. نحن كذا مرة لقطناه لعمر وعاقبناه على هالشي، وأنا كتبت ملاحظة على دفتر وشرحت وضعه، بس بعتقد إنه ما فرجاكن إياها. والله أنا ما عندي خبر بالمرة، لوين ممكن يهرب هالولد؟ هو عم يهرب ويروح على الكافينات ويلعب ألعاب على الكمبيوتر، خاصة ألعاب العنف والقتال، وهالنوع من الألعاب بتأثر على نفسيته. قلتيلي عم يلعب ألعاب حرب بدل ما يروح يدرس دروسه؟ بآخر فترة صاير عم يعمل مشاكل ويتخانق مع رفقاته، ولما اجتنا شكاوى من بعض أولياء الطلاب وقتها اضطرينا نحكي مع حضرتكم. نحن عدد طلابنا كبير، وبصراحة ما عاد فينا نتحمل لوحدنا مسؤولية الطالب يلي متعود يهرب من المدرسة دائما. انتم معكم حق، لأنه شغلتكم صعبة وكتير صعبة كمان، مع مسؤولية كل هالولاد اللي عندكن، وأنا بوعدكن إني حاول أعمل كل شي بيطلع بإيدي، ورح شدله أدنيه لعمر. أنا بتشكركن كتير وعلى الوقت اللي أعطيتوني إياه. عن إذنكن هلأ لا العفو أستاذ. أهلا وسهلا. شكرا. أهلا وسهلا. الكلاسيكي أمير صراف اوغلو بس يتضايق بيلجأ لمنارة البحر فورا. عرض الكافيتيريا كان حلو ما هيك؟ انت الوحيد اللي ما ممكن تزعل فريحة. حلو كتير. بس أنا بقدر زعلها ما هيك؟ بقدر. ابني انت شو عم تساوي؟ ها؟ انت بالذات عم تعذبها للبنت، وبنفس الوقت بتضرب يلي بحاكيها كلمة. أمير حاكيني بصراحة، هلا انت بتكرهها لهي البنت؟ ولا عن جد بتحبها مثل المجانين؟ بس أنا ما اتخانقت مشان فريحة، أنا اتخانقت لأني ما قدرت أتحمل غبائي. فهمت هلا؟ لا ما فهمت أمير، هي الشغلات ما بتنحل بالمشاكل. أنا معك، الكر واحد والصيخ، بس الكل بالجامعة عم يحكوا عن حقيقة فريحة. شو بدك تساوي؟ معقول تتقاتل مع الكل؟ ليك أنت معصب، معصب من فريحة، معصب من حالك، معصب من الدنيا كلها. بس انت يا ترى حاولت تحكي معه؟ شو بدي احكي؟ شو بدي ساوي؟ روح وقف مقابلة وإلا اشرحي لي كيف خدعتيني يا فريحة؟ هيك بتنحل؟ ليك ما حدا بيقول لفريحة انت معك حق، بس انت لازم تحكي معها بالقصة. أمير مو من شان فريحة، من شانك لازم تروح وتحاكيها. هي الشغلة رح تكبر كثير وبدها تطلع عن السيطرة. هاندا ما رح تعود عقلي، وهديك المرة أمها لفريحة، يعني شو بيعرفني؟ هي أمها اللي مانا أمها. هديك مين؟ وهديك كمان كذبة تانية كورة. هديك المرة حياتها انهارت، لهيك حكيت عنها. يا الله، لك مين كان بيتوقع من هيك ولد هادي وعاقل هالشي؟ عن جد مو قدران يصدق ابنه. معقولة يهربوا من المدرسة بهيك عمر؟ يا لطيف يا ايه لطيف. كمان خديجة، صبي الزيت فوق النار. أصلا رضا بيك عنده الحل المناسب، قال رح يعلق الولد من أدنيه. منيح. أنا شو أعمل؟ علق له ميدالية يعني؟ وقل له هروب يا ابني ولا عاد تروح على المدرسة؟ يعني وقت علقت أخوه من أدنيه كمل دراسته؟ لا ما كملها، معناتها هذا ما نو الحل. ونحن قديش عملنا حتى يدرس محمد؟ ليكو ما درس. قولي على حظكم، قولي إذا طلع لأخوه برأيي انفضوا إيديكم منه، مستحيل يدرس. هو واضح إنه أطباعه كمان طالعة لمحمد مثل حواجبه وعيونه، هالولد ما رح يفلح، ما رح يفلح. لا خديجة رح يفلح، ابني رح يفلح ولازم يفلح، ولا بقى تجننوني يا الولد رح يدرس أكيد، رح نفهمه قديش الدراسة منيحة إله. هو بالضيعة ما كان عنده هيك مشاكل، لأنه هنيك بالضيعة لا في يتلاها ولا في يصيع. منكون كتير قراب منكن ومشان البنات كتير منيح. والله يا اختي ما بعرف منين طلعتينا بقصة البناية اللي مقابلنا، ما فهمت. ودغري رايحة وحاكية كمان ووصلاني لعند المدير. والله يا اخي جولفيدان هي اللي نصحتني، وهدول الناس كتير موسوسين، بس قالوا طالما انه انا اخته للزلمة يلي صار له كذا سنة عم يشتغل بالبناية المقابلنا رح يشغلوني على كفالتهم. وطبعا من هديك القصة اللي صارت كانوا شوي مترددين، بس هن مضطرين كتير على ناطور، فالحمد لله مشي الحال. لا تفتحي هذاك الموضوع يا ربي دخيلك، كأنه حدا عم يقلكن روحوا من هون. يعني شو ما في غير هذاك المكان؟ اللي بيسمعك محمد رح يقول كأنه في فرق كبير بين هون وهونيك. طيب انت كيف رح تقدري تشتغلي بهديك البناية الكبيرة لحالك؟ إيه الله يخلي لي أخي وابن أخي كمان. بدك تدخلينا على المكان اللي طلع منه هداك الحقير؟ طيب يا عيني، هلا في فرق بين هون وهنيك؟ استغفر الله العظيم. ليش ما عم تاكلي؟ مالي نفس بنوب. يلا ابني كولو خلص بسرعة. فريحة يعني هلا أمير ضرب واحد مشانك؟ سكري هذا الموضوع. بنتي صبي لي كاسة شاي. ليكي طلعي مرت أخوكي كمان ما عاد إلها نفس، لا تاكل ولا تشرب. جاي على بالي روح امسك إصبعته وطالع الخاتم منه. لك اسكتي هلا بيسمعوا. إيه لا ضللنا مرق لشي ولا نفس على شي. كأنه كنتي بدك تروحي على ألمانيا، مزبوط هالحكي؟ ايه لا تسألينا بنوب. زهرة خانم اجانا تليفون من معارفنا يلي بألمانيا وقالوا لنا اوعكم تجوا لأنه ما قدروا يلاقوا لنا بيت هنيك. شايفة بالله كيف النحس ملاحقنا، لو كنت بعرف بده يصير معي كل هذا الشيء. قايمة ساعدهم بالجلي وأنا رايح لم الزبالة. قوم ابني يلا غسل إيديك، غسلهم منيحة. كأنه كمان هذا ما أكل شيء. لا أكل منيح. هون المكان كتير ضيق. كلثوم إذا بدك أنت اطلعي ونحن الكنة وبنت الأحمى منساعد بعضنا. ماشي. هذا من ايدي. قالوا نعم؟ انتوا وينكن؟ احتمال امرق لعندكن. لا ما حكيت. يلا بعدين بتصل فيكي. كلمتك وما حكيت مع ابنك المدلل. انتي كمان نبهيه منيح وخليه لا يهرب من المدرسة مرة تانية، لاني ما بعرف شو بدي ساوي اذا عملها. سامعة شو عم اقلك؟ ايه انا نبهته منيح، بس هو عم يتأفأف لانه الكل عم يهربوا من المدرسة وهو لا. طبعا رح يتأفأف، هالفصعون اللي مثله يلي بيحاول يتجاهل ابوه وامه، طبيعي بده يتأفأف. المهم انت لا تتدخل، اتركني حل القصة، رح احكي معه بطريقة منيحة وبكل هداوة، يعني بالاخير نحن ما بدنا نعامل ابننا مثل الجاهلين. منيح منيح، انا رح ارجع فورا بس خلص شغل النقل، ماشي؟ ايه ماشي، يلا بخاطري. الله معك، مع السلامة. الحمد لله. اخ احترقوا ايدي. هلا انت عندك شي كريم مطري للايدين؟ في بغرفتي. نسيته هون. شكرا. شو شكرا؟ ما فيكي تاخديه. شو عم تقولي انتي؟ عم بقلك هذا الي ما بتاخديه. لا تخبصي، اعطيني الخاتم. عم بقلك ما بتاخديه، هذا الي. طلعي فيني. لا انتي طلعي فيني. فريحة امي. محمد شو عم يصير مرة تانية؟ قصة هالتذكار العائلي اللي عم يحكوا فيها شو هي؟ احكي ليك، عم بتقول شو عم بيصير؟ احكي. فريحة يلا احكي، يلا الا انك سرقت خاتم اختك ولبستها اياه بايدها. فريحة. محمد خلص. محمد شو؟ شو؟ افتحي. بعد من هون، بعد. الكر إذا رفع عليك دعوة رح يفصلوك من الجامعة. تركت بابا لحاله، كان لازم ضل هونيك، كان لازم ضل جنب أبي. حبيبتي ما عاد في داعي نضل بالمشفى، ما عاد فينا نعمل شي. سنم إذا بتحبوا ضلوا عنا. لا إذا ما ضليت عند البابا هالقليلة لازم ضل بالبيت. حبيبتي هاندا؟ جانسو؟ جاي لعند أمير؟ ايه والله. لارا خلينا نطلع بقى، أنا رح أطلع أطمن على جانسو وأجي على البيت. حبيبتي هاندا سلمي على أمك. أبوها لجانسو توفى من شوي. طيب هديك المرة. مين هديك المرة؟ سينا مخانو، هي مرت أبوها لجانسو. مرت أبوها لجانسو؟ عكلن، أنا كمان طالعة، بشوفك. مرت أبوها لجانسو؟ محمد يلا يلا روح من هون. فريحة لا تخليني اكسر الباب. ما شفت مثل قله هيك ادب. فريحة خلصنا بقى محمد، حاج تعيط على اختك، روح اتمت مرتك يا امي. بعدي محمد عم اقول لك بعد. فريحة شو فكرني خايفة منك؟ انت اسكتي يا بنت، روح. شكله هاد رح يكسر الباب ويفوت. خليه يكسره يفوت. ليكي هي عم تستفزني. انا قلت لك روح اقعد هنيك. يلا يا عمتي اذا بدي اقول لك خلينا نطلع ونروح من هون، لك ما بقينا ولا مطرح لنروح عليه. سهر حبيبتي لا تعملي هيك. انت لا تحكي معي بنوبة محمد، لا تحكي معي. لك مشان الله سهر فكري بالولد اللي ببطنك. زهرة انت سمعتي شو قال؟ انت شو قلت محمد؟ أما لفريحة، أما المزيفة، هي مرت أبوها لجانسو. شو يعني هالشي هلأ؟ يا فرحتك، هلأ صرتي بتعرفي تفاصيل عن حياة فريحة. بتمنى إنه جانسو ما تكون متعودة كتير على مرت أبوها مشان ما تزعل على طلاقه. ما رح يتطلقوا، أبوها توفى. عم اخده فهو مشان قيمته المعنوية وبس. لوين راحت؟ انت عود، انا قلت لها تروح تغير جو. ما عم بفهم يعني مشان خاتم تقليد بدها تغير جو؟ بنتي انت كمان لازم تهدي شوي. لا عصبية ولا عناد، مو مناح مشان اللي بطنك. تخانقت مع أخي من شانك وقلت له ليش زعلت أختي؟ كان مالي أنا فوتي. أنا مالي زعلانة حبيبي، ما زعلت. يلا تعال خلينا نفوت لجوال. اسمعي منيح، أنا خلص حكيت مع سهر وما راح تقولي شي لأبوكي وما راح تخبريه بشي مشان تعرفي. هدول ما طلعوا مجانين بالوقت اللي كانوا منفصلين عن بعض وهيك فجأة كتبوا الكتاب لك كنا بقصة خاتم عم طلع في ولد بالنص. دخيلك أمي، يفيا دخيلك، ما بدك واحد يحكي كلمة. خدي زهرة. شو خديجة؟ لك انت رح تصيري عن قريب ست، ولك بيكون اخي ما عم ينام الليل من فرحته لانه رح يصير جد كمان. ايه حبيبتي شو عم تعملي؟ لا بقى تقلي حبيبتي ما حبيبتي. سهر كم مرة بدي اقول لك، كانت غلطة وخلصنا. خلص بقى لا تزعلي، لك وعد رح اشتري لك خاتم حقيقي. لك هي اختك الفصعونة الحرباية، لازم كل ما تنام وتفيق تدعي لي لاني بنت اصل وما خبرت شي لابوك. محمد رح يتعب كثير من ورا مرته. خليها تنفلق، لساته خاتمي معه. على بيت جانسو؟ ايه والله، ليكونوا لساتهم بالمشفى. لا، عمي خلدون عطاك عمره. شو؟ خلدون عطاك عمره. سهر ما تاكلي؟ ما بدي، مالي نفس اكل. لك مشان الله ليش ضللنا نفس ناكل؟ اكلوا كلوا، البنت هلا رح تجيب الخبز، انتوا كلوا. لا انا اكلت اليوم فقت بكير. يي شو هالجاتو اللي بايدك، الله يسامحك يا كلثوم، ليش اشتريتي له اياها من الصبح بكير؟ اللي عم تاكل. يلا فوتي لجوا، قطعيهم وحطيهم على الطاوله. فوت رضا. شبك شو صاير لك؟ رضا شو صاير؟ خلدون بيك الرجال عطاكي عمره الله يرحمه. شو قلت؟ بابا أنت قديش بتحب اسطنبول؟ بكفيني بس أقعد أتأمل البحر يا زهرة. ما دامك بتحب اسطنبول كل هالقد، ليش مصر أنت تطلع الضيعة؟ كل شي لحاله. الإنسان بيحب يغمض عيونه بالمحل اللي ولد فيه. يا ريت ما تحكي هالحكي بابا، حاجة تحكي عن الموت كرمالي. إلا لحالنا بنطلع بنشم ريحة البحر نزعت مرقنا. هلا أنا نزعت مرائك يا زهرة؟ ما مو مهم، المهم أنك فهمت شو كنت أنا بقصد. أنت بتعرف أنا ما بحب هيك حكي بنوب، بعدين فوق أنك ما عم بتنفذ اللي قال لك يا الدكتور وبعدها لسه بتحكي هيك حكي وبتزعلني. ما في شي بزعل، على القليلة أنا مطمن إذا متت. كبرت بنتي لصارت صبية، وأما أنتِ لمستقبل كويس. بعدها أنت شفت زهرة؟ شفتها. إيه أنا ما بكون بنتك يا سيد حسن. إذا أنت فيك تروح وتسافر من دون حتى ما تحكي مع زهرة وتودعها. ايه ماشي، كأنك عم تقلي اسكتي. يلا نمشي.